اليوم سننطلق إلى هامبورغ، إلى فريق هامبورغ تحديدا، إلى فريق هامبورغ للسيدات. نريد لقاء شخصية نعرفها منذ فترة طويلة. وقف حارسا للمرمى 5 أعوام في فريق هامبورغ، وكان قبلها لدى شالكة، وهو الآن مدرب فريق هامبورغ للسيدات. إنه فرانك روست. أعرف فرانك روست من مدينة كارل ماركس. لقد لعب 10 أعوام لفريق بريمن، وبعدها 4.5 أعوام لفريق شالكة، وله أكثر من 400 مباراة في البوندسليغا، إضافة إلى 120 مباراة في بطولة أوروبا و4 مباريات دولية. ثم انتقل إلى هامبورغ لمدة 4.5 أعوام، وسافر بعدها إلى نيويورك ليلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم. مرحبا بك في نادي هامبورغ. مرحبا، كيف حالك؟ في أحسن حال. أتيت لأرى ماذا تفعل هنا، بعدها أريد أن أجري حديثا معك. يمكنك هذا ولي شرط صغير. لا بأس، المشاركة في اللعب أثناء التدريب ستساعد على التعرف أكثر على ضيفنا. لقد أصابتني الدهشة في الملعب، ففريق السيدات مكون من شابات في سن المراهقة. لنبدأ. عفوا، لقد نسيت شيئا. هذا شتيفن من قناة دي دبليو، فهو يزعم بأنه لاعب جيد، لذا قررت أن يشارك في التدريب وأريد أن أكشف حقيقته. فهو يزعم بأنه في قمة اللياقة البدنية وأن بإمكانه المشاركة في التدريب. قفوا من فضلكم كما فعلنا من قبل في 3 صفوف، بين كل صف والآخر 5 أمتار. سنبدأ بتمريرات بسيطة، يجب أن تكون التمريرات قصيرة. تولى فرانك روست قبل 7 أسابيع تدريب فريق هامبورغ للسيدات الذي يلعب في دوري الشمال المحلي، وذلك بشكل شرفي، أي دون راتب، لكنه كما أرى يأخذ الأمر على محمل الجد، وصوته يسمع في كافة أنحاء هامبورغ. ما كان ليخطر على بال أحد أن يقترن اسم فرانك روست بكرة القدم النسائية. في كرة القدم النسائية يكون الجانب الجسدي أو البدني في الصدارة، وأنا أرى ضرورة أن تجسد النساء شيئاً من الأناقة، وهذا ما نحاوله بكثير من التقنية والاحتفاظ أيضاً بالكرة، إذ يجب أن يعتبرنا الكرة صديقاً وليس عدواً. الكلام سهل لكن التنفيذ صعب. اسمعنا. يا إلهي، اتركنا مسافة أكبر فيما بينكن. هل تقفنا هكذا في الملعب؟ قفنا هكذا وقمنا بالتمريرات، وبعدها سنجري من الخلف. ما الصعب في فهم ذلك؟ الأمر بسيط جدا. عندما تحتد أو يعلو صوتك لا ينبغي أن نأخذ الأمور بصفة شخصية، بل يجب أن نكون موضوعيين. الفتيات يستطعن ذلك ويتمتعن في الواقع بقدر نسبي من الصلابة. مبدأي هنا، أرني كيف تلعب وأقول لك من أنت. يتعين على اللاعب المخضرم تخويف الفتية كما كان يفعل في الماضي مع مهاجمي فريق بايرن. داخل كل إنسان هناك جانب ضعيف، ولا أقصد بالطبع أن الإنسان شرير. في البداية كانت متطلباته عالية، ومع الوقت بدأ ينزل إلى مستوانا ويأخذ بأيدينا، وهو يقوم بذلك بشكل جيد، كما أنه مرح ونحن نستمتع بأوقاتنا ونتعلم ونلعب طوال الوقت. أنت هنا رقم 10، لأنك الرأس المبدع في خط الوسط. ترى ماذا بإمكانه أن يقدم لكن؟ الاحتفاظ بالكرة والاستدارة السريعة والتمريرات الذكية والسريعة التي تصل مباشرة إلى قدم الزميلة، وأنا أرى أنه يعرف ذلك من خبرته السابقة، إذ لم يتدرب لحراسة المرمى فقط بل على كافة المهارات الأخرى. إحساسي يقول لي فرانك روست يخطط لشيء ما. الأمر هنا لا يتعلق بالتسلية فقط. نحن نستعد من الآن لفصل الصيف حتى تتمكننا من ارتداء لباس البحر وتظهرنا بقوام رشيق. لكن لماذا توجد هنا فتيات صغيرات السن فقط؟ الأمر بسيط، فقبل عام كان روس سيتولى تدريب فريق يلعب في البوندسليغا، لكن نادي هامبورغ سحب الفريق، وكانت هذه فضيحة لنادي غني مثله، ولذا راحت النجمات ولم يبق سوى البراعم.
يجب التعايش مع حقيقة أن أندية أخرى تفعل ذلك بشكل مختلف، مثل بايرن وكولونيا وفرايبورغ وفولسبورغ. فرق السيدات بها أصبحت من دعائم الرياضة بالنادي، وهذا أيضا أفضل تسويق لك. لا يزال بإمكانك أن تلصق الكثير من الملصقات، ولكن عندما يكون لديك قسم سيدات ناجح، إن 50% على الأقل من كوكبنا من النساء، لذلك يمكن اعتبار هؤلاء بداية لقسم سيدات محترفات. هذه الفتاة تقف حيث كان يقف روست في المرمى، وربما تكون أقرب إلى روست من زميلاتها لهذا السبب، أليس كذلك؟ تدريب حراس المرمى لا يستهويني بالمرة، فأنا أمضيت عمري في حراسة المرمى وكنت أحلق خلف الكرات الطائرة. لقد انتهيت من هذه الحقبة بعد 25 عاما، واهتمامي حاليا ينصب على كرة القدم. أحيانا أمتعد من اقتصار الأمر على حراسة المرمى، فأنا أحب اللعب بالمراكز الأخرى أيضا ولا أجد فارقا بينها. عدد قليل من المدربين كانوا حراسا. حراس المرمى بشكل عام عددهم أقل. أعتقد أنني أعرف ماذا يفعله روست هنا، فهو يتعلم بهدوء مع الفتيات ويتدرب ويتواصل معهن، وهو يستعد ببطء للعالم الذي أتى منه. تدريب فرق المحترفين ليس ضروريا، لكن لا مانع لمجيئه. قمت بذلك بشكل جيد. نعم، كان ذلك رائعا. لقد انشغلت بالفريق وتحدثت معنا ومحاورتك كانت مفيدة، كان الأمر رائعا. لو كنت امرأة لانضممت إلينا. أصبحت متعبا في نهاية اليوم، لكنني تدربت مع روست. عزيزي ارفع رأسك، لقد سعدت بلقائك، أنا مضطر للانصراف. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء في البوندسليغا. إلى اللقاء.